بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أعزائي الطلاب في هذا البودكاست الأول على قناة Learn Arabic with Us. في هذا البودكاست سوف نتكلم عن الحياة اليومية باللغة العربية. سأعرض عليكم بعض الصور وفيها بعض الأفعال أو بعض الكلمات، ولكن أيضا سنتكلم باللغة العربية ويمكنكم أن تستفيدوا من الكلام باللغة العربية عموما في هذا البودكاست، أو يمكنكم فقط أن تركزوا على الأفعال والكلمات التي سوف نعرضها في هذا البودكاست. أول شيء يحدث في الصباح هو صوت المنبه. كثير من الناس يستخدمون المنبه لكي يوقظهم من النوم، فالمنبه يوقظ النائمة، أيقظ الفعل في الماضي، أيقظ يوقظ في المضارع. فيمكنك أن تقول مثلا المنبه أيقظني، أو مثلا أمي أيقظتني في الصباح، أو يمكنك مثلا في المساء قبل النوم أن تقول لأمك أو لأبيك من فضلك أيقظني في الصباح في الساعة السادسة مثلا. فهذا الفعل أيقظ يوقظ، وهو مختلف طبعا عن الفعل استيقظ يستيقظ. أنت تستيقظ في الصباح عندما أحد ما يوقظك، أو عندما تسمع صوت المنبه فأنت تستيقظ. استيقظ يستيقظ. بعض الناس عندما يستيقظون في الصباح هم يرجعون مرة أخرى إلى النوم، أو ربما يبقون على السرير لدقيقة أو دقيقتين أو لخمس دقائق حتى يستيقظوا تماما، ثم يقومون من السرير أو ينهضون عن السرير أو من السرير، كلاهما ممكن. إذن الفعل الآخر الذي ندرسه اليوم هو الفعل قام من السرير أو نهض عن السرير. هذا عندما تتحرك وتترك السرير وتقف على رجليك، فهذا فعل نهض ينهض من السرير أو عن السرير، وقام يقوم عن السرير أو من السرير. عادة كثير من الناس أو ربما كل الناس بعد أن يستيقظوا يحتاجون أن يذهبوا إلى الحمام، وفي الحمام ربما الشخص يحتاج أن يفعل أشياء. مثلا بالنسبة للمسلمين هم يحتاجون أن يتوضأوا، أن يقوموا بالوضوء استعدادا للصلاة، فهذا الفعل توضأ يتوضأ، وهو أن يغسل الإنسان يديه ووجهه ويعني رجليه، فهذا الوضوء. وربما الشخص فقط يغسل وجهه، فقط يغسل وجهه من الفعل غسل يغسل. بعض الناس أيضا وخصوصا في فصل الصيف ربما يحتاجون أن يستحموا
أو أن يغتسلوا، كلاهما ممكن. تقول مثلا أنا اغتسلت في الصباح، أو أنا استحممت في الصباح. أريد أن أغتسل، أريد أن أستحم. فهذا الفعل استحم أو اغتسل. أيضا هذا من الأشياء اليومية التي نفعلها، خصوصا في فصل الصيف وفي البلاد الحارة نحتاج أن نغتسل كثيرا. بعد الاغتسال وبعد استخدام الحمام، أنت تخرج من الحمام. بالنسبة للمسلمين، هم أيضا عادة يصلون، يستيقظون في الصباح لكي يصلوا صلاة الصبح. فهذا من الأشياء اليومية التي يفعلها المسلمون، وهو الصلاة. بعد ذلك هناك الفعل يجهز الفطور، يجهز الفطور. الناس في الصباح يحتاجون إلى الأكل، بعض الناس يستيقظون وهم جائعون، ولذلك يقومون بتجهيز الفطور. وهناك أيضا الفعل الآخر أعد، يعد. أعد يعد الفطور، فأنت تجهز الفطور أو أنت تعد الفطور. بعض الناس يجهزون الفطور لأنفسهم، وبعض الناس ربما زوجاتهم أو أمهاتهم يجهزون لهم الفطور. عادة الناس بعد الفطور يشربون القهوة مثلا أو الشاي. في الصباح بالنسبة لي أنا أفضل أن أشرب فنجانا من القهوة. هذا يعني أحب أن أفعله. وبعض الناس ربما يشربون الشاي، وبعض الناس ربما يشربون الماء فقط ولا يشربون لا القهوة ولا الشاي. بعد أن يتناول الشخص الفطور وبعد أن يشرب القهوة أو الشاي، ربما هو موظف يعمل في مكان ما، ولذلك يجب عليه أن يستعد للذهاب إلى العمل. والاستعداد للذهاب إلى العمل يكون بارتداء الملابس. الفعل ارتدى، يرتدي ملابسه. نعم، بعد أن تتجهز أو بعد أن تتناول الفطور أنت ترتدي الملابس. بعد ذلك يذهب الإنسان إلى عمله، وقد يستخدم الإنسان سيارته الخاصة، وقد يركب المواصلات العامة. والمواصلات العامة يعني الحافلة مثلا، أو القطار، أو مترو الأنفاق، أو نحن في مصر نسميه مترو الأنفاق، أو قطار الأنفاق، أو القطار العادي. فهذا ما نفعله عادة، أننا بعد أن نرتدي ملابس العمل نخرج من البيت ونركب سيارتنا الخاصة لنذهب إلى العمل، أو نركب المواصلات العامة، الحافلة أو مترو الأنفاق أو القطار. بعض الناس ربما يذهبون إلى العمل في سيارة أجرة. مثلا أنا عندما أكون متأخرا عن العمل عادة أركب في سيارة الأجرة،
لأنها ستأخذني أسرع إلى عملي، ولكن لو لست متأخرا فأستطيع أن أركب الحافلة. عندما نصل إلى العمل ربما نقول لأصدقائنا أو لزملائنا هناك السلام عليكم، ونبدأ بعد ذلك في العمل. لو أنت طالب في المدرسة فعادة قبل أن تخرج من البيت ربما سوف تجهز وجبة الغداء لنفسك وتأخذ تلك الوجبة في صندوق صغير للطعام، وربما أمك أو أهلك سيجهزون لك هذه الوجبة. في العمل عادة هناك الاستراحة، استراحة العمل، وفي استراحة العمل يتناول الناس الغداء أو يشربون فنجانا من القهوة أو من الشاي، وبعد ذلك يرجعون مرة أخرى إلى عملهم، ثم يعملون لساعتين مثلا، وبعد ذلك ينتهي العمل ويستعد الناس للخروج من العمل ويرجعون مرة أخرى إلى بيوتهم بسياراتهم، أو يركبون أيضا المواصلات العامة مثل الحافلة أو القطار أو قطار الأنفاق ويرجعون إلى البيوت. بعض الناس ربما يستريحون في البيت، ينامون قليلا أو فقط يستريحون. بعض الناس ربما يخرجون من البيت ويقابلون الأصدقاء، وبعد ذلك يأتي آخر اليوم وهو وقت النوم. وقبل النوم الناس عادة ربما يحتاجون أيضا أن يذهبوا إلى الحمام استعدادا للنوم، حيث أيضا يفرشون أسنانهم، وبعد ذلك يذهب كل شخص إلى سريره، وقبل نومه يضبط المنبه مرة أخرى. هنا الشخص يقوم بضبط المنبه، وهو وضع المنبه في الساعة التي تريد أن تستيقظ فيها، ثم ينام الشخص لكي يستيقظ في النهار التالي ويمارس ربما نفس هذه العادات اليومية. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم، وأراكم إن شاء الله في بودكاست آخر قريبا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا البودكاست، حاولوا أن تستمعوا إليه مرات كثيرة. يمكنكم أن تستمعوا إلى هذا البودكاست وأنتم تمارسون الرياضة، أو فقط عندما تجلسون على الأريكة تستريحون قليلا، يمكنكم أن تستمعوا إلى هذا البودكاست. وحاولوا أن تركزوا في الكلمات الجديدة وأن تستخدموها وأن تبدأوا في استخدامها مباشرة. شكرا لكم وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.